Hi viewers, welcome to our channel of travel and discovery. Today we are visiting Taifsu, जो के अरुदाव पार्क की opposite side पे है. ये इसके टिकट काउंटर्स हैं. टिकट 15 रियाल्स है. चार साल से नीचे जो बच्चे हैं उनके लिए फ्री है. ये मेन एंट्रेंस है. ओपनिंग आवर्स इसके सुबह 9 बजे से लेकर रात 12 बजे तक हैं और फ्राइडे में फ्रॉम 2 PM टिल 12 AM. जैसे ही आप एंटर होते हैं तो राइट साइड पे बच्चों के लिए प्ले एरिया बना हुआ है और लेफ्ट साइड पे वॉशरूम्स हैं और यही एग्ज़िट भी है. थोड़ा आगे जाके लेफ़्ट साइड पे कुछ शॉप्स हैं जिससे आप बच्चों के लिए टॉयज़ वगैरह ले सकते हैं, कॉस्ट्यूम्स वगैरह. और एक शॉप, ये दो शॉप्स ग्रॉसरी स्टोर हैं छोटे से. कुछ कॉफ़ी शॉप्स भी अंदर मौजूद हैं. सेंटर में काफ़ी स्पेशियस एरिया है बच्चों के लिए. चेयर्स वगैरह पड़ी हुई हैं, बेंचेस भी हैं. في موسم تزاوج الظاهر نديله يوم يومين. انت في موسم تزاوج امس لو تقرب من اللبوه مشكله كبيره، يعني اليوم خلاص انتهى ما عاد في شيء. ابو صوت قوي، هذا صوت قوي، جيب لك لحمه صوت قوي. ابو صوت قوي، ابو صوت قوي. هذا ملك الغابه عنده غريزه في حب التملك للفريسه. يزعل لا تقدم الفريسه ممكن؟ بس انا عندي بس حكمة إني أقدر أخذها منه. الآن ما أقدر أخذها منه يا إخوان، بس شوي بس. شوي شوي بس. أنا برجع بتكلم كذا الحكمة إني أقدر أخذها منه. لو إنه يا إخوان ماسك عليها ما أقدر أخذها، لأنه يمسك بيد يضرب بيد ويطلع صوت. خلاص. يزعل من الحركة هذه، يزعل من الحركة هذه. وملك الغابة عنده غريزة في حب التملك للفريسة، أنا بحطها له الآن وبهجم عليها. يزعل باخذها، يزعل طلع يده اذا مسكها ما عاد يقدر، يعني ما حد يقدر انه يفكها الا بطريقه حكمه او اخر كلمه. طيب اخذها ممكن؟ اخذها؟ طيب سكت. اخذها؟ اخذها؟ طيب خلاص اخذها. كم وزنه؟ والله ما ادري يوصل لها 70 60 70 80 والله بس سبحان الله طوله يوصل الى 2 متر شويه. اخذها ممكن؟ شوف ماسكه بيده صار قوي بس خذها والله حدا خذها هات هات ما شاء الله صوت قوي ما شاء الله
يا كتكوت يا كتكوت ما شاء الله. لا 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 حقك تقول حقتي هذه لا تاخذها شويه بس شويه شويه بس بسم الله الرحمن الرحيم بابا حتى شويه ما شويه بس لا 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 تعال لا 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 تقرب هذا هو ملك الغابه نروح للديب نرجع للحيوانات يلا يا نور يلا خرج برا ما خرج برا احنا حاطين الشبك عشان ما بقى مساحه الحيوانات هذه احنا بعدين تشرب علينا احنا بنخاف تجي ولا جيك تجي ولا جيك هذا الذيب يا اخوان طيب شوفوا برشه بالتراب الان بس ابغى منكم يا اخوان هدوء يعني اذا رشيت فيه شوف علي بس ابغى هدوء اخوه هو هذا هو الذيب يا اخوان هذا يهجم اذا رشيته بالتراب بيزعل طريقه الغدر سريع الحركه فكوا لعوب دلوع حتى بدغدغه ما يقول شيء كر 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 هذا لا اصبع تحت ايش فيه اصبع زياده صباح انا ما اقدر اشوفه لاني انا عنده خلي يعطيني فتعال انت شوفه عشان تعطيه لا هذا هو يا اخوان الذيب الذيب غني عن التعريف الذيب غني عن التعريف هو دائما يعضني عضني مره واحده طبعا عضني في ظهري تحت في ظهري تحت عضني مره واحده بس يا متابعين اجل هو قوي والله لو عضيتني اعطيك على راسك والله انا متعود على عضه طبعا هو قوي طيب عدوا لنا ثلاثه عشان يروح واحد اثنين ثلاثة طيب نطلع مرة ثانية ولا خلاص نروح للطابق؟ لا طلع مرة ثانية؟ ايوه هاي حلوة طلع ولا نروح للطابع؟ نطلع ولا نروح للطابع؟ نروح للطابع يلا هذا يا اخوان فكوا قولي بعض الناس
الناس يقولوا انه سهل تلعب معاه تدخل عنده. هذا لو يمسك احد طبعا يا اخوان انا بطالع الان في الكاميرا وطالع فيه فكه يصنف كاقوى فك الحيوانات. الان انا بعطيه وجهي بعدين بعطيه ظهر الحين. شوف كيف اشوف عليه بس بس لا بس 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 ورا بس اعطيه ظهري يرجع ورا. الله يسلمك. اعطيته ظهري سبحان الله يا اخوان يهجم بطريقه شرسه. غدا شوف الان انا بحسسه اني انا ذليت او خفت طبعا سبحان الله في جسم الانسان ماده اسمها الهيدرورينيك هذه اللي يفرزها جسم الانسان في حال انه خاف سبحان الله بتشمها الضباع وبعض الاسود. الان انا بهجم عليه الان شوف ايش حسوي الان انا بهجم وشوف ايش حيسوي وبحاول اني اعكس جسمي بسريعه بطريقه سريعه واوقف قدامه يذل يخاف. انا بسوي ذن مره عندي مره حيكون عنده. شوف ايش حسوي طبعا يا اخوان والله لو يمسك احد هذا الضبع ينهي عن بكر طبيعي. لكن لازم الواحد يكون عنده قوه يكون عنده يحسسه ايش حتى لو انه عضك وانت عندك يعني جامد حتكون العضه بسيطه. لكن لو شردت وخفت حتى لو جاكم الركب حصلته بيفر في مكان اجلس واجه لانه كذا كذا انت حتنتهي. طبعا هو هذا من اشرس الحيوانات ومن اوسخ الحيوانات. ليش؟ سبحان الله ما ياكل الفريسه يعذب الفريسه. كيف يعذبها؟ ياكلها وحية. جميع الحيوانات تاكل الفرايس وهي ميته الا هذا الحي ياكلها وحية ويعذب بها تعذيب. وانا من الحيوانات اللي ما احبها صراحه. انا بعطيه ظهري الان. يلا جو 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 انا بس اعطيه ظهري بعطيه وجهي بس بعطيه ظهري بس لما نعطيه وجهي مقابل يندل اذا دليت يلحق واذا واجهت الوجه هو يندل بس اجلس بس 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 الله يشرب ادخل عليه شوي بس 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 الله يشرب بس بس دخلني عليه تعال من اللي قاعد يدخل عليه؟ أنا. والله من الأسد. وبن أسد. الباب من هنا الباب هذا ما يدخل يقول ما يدخل من هنا أحد. إذا تبغى تيجي من الورق من ورا الباب. إذا طلعت الحديدة. ها. ها. متوحش. يا متوحش. باس. باس. والله يخاف من صوتي. طبعا هذا قوي يا إخوان لا أحد يتعامل مع الحيوانات لأنه خطيرة جدا. هذا هو. طبعا يا اخوان اي واحد ياكل اكل ايش يقول؟ انا حاكل الحلاوه هذه. لازم تقول ايش؟ لازم تقول بس يبغى يسرقها مني بطريقه. لازم تغسل يدك بالصابون. ايش تقول؟ بسم الله بسم الله. يا اخي دقيقه يا اخي صبر والله اضربك على لازم تقول الحين انا بمسك يده الحين لو يغلط بس انتوا اذا شفتوا شوفوا اذا شفتوه مد يده صيحوا علي عشان ما ياخذ الحلاوه. خلاص صيحوا كلكم جاك. خلاص يلا كل واحد يقول بسم الله مع بعض ما هو واحد انت انت الاسد بس كلكم مع بعض. اذا قولوا جاك بنسمي بالرحمن نغسل يدينا بالصابون نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اخر مره نقول بسم الله. لازم يا اطفال من جد هذه حقيقه لازم احد يغسل يده بالصابون ويقول بسم الله الرحمن الرحيم. بس يا دبه ما شاء الله حتى اسنانه مسوسه ما يفرش اسنان مشكلته ما يفرش اسنان. خلونا نروح للقرود المحليه. واحد اثنين ثلاثة أربعة آخر واحد والله لا قفل عليه. أنت مسوي راسك أنت وراسك المفقوش هذا راسك يا حمودي. تعال حمودي اسمعونا الكلام شاطرين اسمعونا الكلام. خلنا نروح للنيس أعطيني سنة بس جيل شو خلاص.
في احد ما معك لو في احد كنا طلعنا لكم بزياده بس عاد بنطلعهم بطريقه ان شاء الله كيف الواني تبي يقف كيفي هذا هذا هو النيس يا اخوان النيس الافريقي طبعا سبحان الله يطلق الشوك كل 6 شهور مره واحده يطلق الشوك كل 6 شهور مره واحده انا ما عندي بس لكم اطلع لكم واحد هنا تصورونه هذا هو النيس سبحان الله يطلق كل 6 شهور مره واحده طبعا شوكه غير سام الشوك حقه غير سام مو البلد يا لا شوكه غير سام طبعا سبحان الله في حال حس انه في عدو مواجهه او مقابله يطلق الشوك كل 6 شهور مره واحده من 3 الى 4 متر الشوك حقه غير سام الاغلب عندنا في السعوديه بياكله هذا اسمه النيس الافريقي شوف يا اخوان شيل الحجر شايفين يطلع الحجر برا ما يبغى يسعد شوف سبحان الله هذا الحركة يحرك الذيل بطريقة سريعة هذا هو الضبع عيد الذكاء يكون ذكي يعني عنده عقل الله أعلم هو ذكي جدا لكن الفكرة بأنه ذكي أو غبي سبحان الله إذا هجمت عليهم بعض الحيوانات الله يتركهم الغنائم والغنم والأشياء هذه إذا هجمت عليها إذا راح واحد كلهم يتجهون وراء صح ولا لا؟ أو حتى إحنا لو سمح الله لو جاء حريف كلهم نمشي بممر وراء صح؟ هذه لا هذه سبحان الله تتفرق من جهة إلى جهة أخرى كل واحد يروح لمكان هذا دلال على الذكاء يشتتون الرأي أو يشتتون الفكر اللي بيهجم عليه شو أنا بهجم عليه؟ واحد يجي من هنا واحد يجي من هنا واحد فوق واحد هنا يشتتون الرأي شو يا أخوان واحد هنا واحد هنا شو يا أخوان ما يرجع هذا ما يرجع هذا شو هذا هذه هي شوف ما يهجمون مع بعض مستحيل واحد يمين واحد يمين واحد فوق واحد ينتظرني هنا مميزات هذه الحالة كل عنده مادة إفرازية تبرز 5 دقائق ذكاء بعدين تروح الذكاء عنه فهذه هي ما أهجم عليها ما تروح مع بعض مستحيل تروح مع بعض كل واحد واحد هنا واحد هنا واحد هنا واحد فوق واحد عندي هنا هذه هي مميزة التعالف ما يهجمون بطريقة واحدة كل واحد اللي ما سوى بتاعه يا اخوان ما يسوي شيء لأنه جالس يأكل طبعا حروف للبومة يا هلا يا بركات يا هلا يعني انت جايني في الوقت المناسب يا هلا يا هلا يا هلا موفقين اخوان موفقين موفقين اخوان الله 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 الله
We hope that this video aapko pasand aayi hogi. Do like this video, subscribe to our channel and share it with your family and friends. Thank you.